احساسك بالستريس ان النهار ما بقاش كافيك حتى شي حاجه وانك كتجري تجري حتى شي حاجه ما قاديه كما خصك وانك ديما في الروينه. باش تحلي هذا المشكل قبل ما يبدا الاسبوع خاصك ديري ان بروغرام الماكله ديالك، ان بروغرام الترتيب ديالك، وهذا الشيء كيبان على الصحه النفسيه ديالك، كتعودي مرتاحه اكثر. اليوم غنبداو باول بروغرام، الا كنتي سيده خدامه غنشارك معك افكار مختلفه ومتنوعه ديال لي لانش بوكس. بقاي معايا. اول لانش بوكس غادي ناخذ صدر ديال الدجاج غنقطعو قطع صغيره. في مقله غادي نوضعو فيها الزيت مع لقامه ديال الملح، البزار، الخرقوم، بلدي، سكنجبير والبصل كذلك المجفف، النيوره غندير معه شويه ديال الماء باش داك البصل كيطلق لوغو ديالو اكثر، وغادي نخليه حتى كينشف بهذه الطريقه. هذه كيجي البنات رطب وبنين ولقامه داخله حتى لداخل. بالنسبه للفريت، الا عندك الاير فراير وبغيتي يخرج لك مقرمل كتزيدي معاه ملعقه ديال الزيت، قبيصه ديال الملح، كتحركيهم وكديريهم على درجه حراره ديال 170 دوغري والمده كتاخذ لك 20 دقيقه. الخبز ديال التاكوس غادي نقطعوه على جوج. الفريت ديالنا وجد، حتى هو غادي نحطو في داك البول ديال النواي، وغنبداو تحضير الساندويتشات ديالنا. دابا نشارك معكم الطريقه كيفاش كنوجدهم. كناخذوا الخبز اللي حنا قطعناه كنديروا لاصوص، بالنسبه ليا درت بيك تيستي ديال ستار، قطع ديال الدجاج اللي طيبنا، الفريت كنقطعو طريفات صغار باش نقدر نونبالي كي بغي، كذلك غنزيد معهم بعض القطع ديال الفرماج. وهذا هو الشكل. صراحه ما تقوليش 100% على شكل مثلث، ولكن فاش حطيتهم في البانيني وطابوا لي الشكل ديالهم جا رائع. انا كنبغي نديرهم هكا قطع صغيره لان ماكلتهم كتجيني نقيه اكثر من كندير واحد كبير، خصوصا في الخدمه راكم عارفين ما كنبقاش محتاجه لا خصني نمسح لا حتى شي حاجه. ها انتما بعد ما وضعتهم في البانيني تنسد عليهم والشكل ديالهم كيجي بحال هكايا، مقرمل بنين متول. غادي نمشي وغادي نحطهم في لي بواط اللي كندي دائما. البنات لافونتاج ديال هاد لي بواط هو انهم ديال اينوكس دونك صحيين، ولكن لانكونفينيون ديالهم هو انك ما خصكش تدخليهم للميكرووند ولا الفران. لي بواط ديالي هنا وجدتهم غنديرهم في الساك ايزوتير، وهذا اول اقتراح. ثاني اقتراح، غادي ناخذ الخبز ديال البانيني. البنات غادي نخوي من الداخل باش نقدر نوضع فيه كميه ديال الكفته. الكفته ديالي غادي ندير الزيت، غادي نحطها هي وليقامه، كندير الملحه، الكمون، البزار، سكنجبير، كندير التحميره وتندير كي قلت لكم مليحه، تنحركو مزيان حتى كنطيبهم. غير هو الكفته ديالك ما تطيبيهاش بزاف باش ما تقصعش، الا مشات تقصحت لوغو ديالك يعود خايب. بعد ما طابت غنوضعها في اناء، وغادي نجيب في نفس المقله اللي طيبت فيها الكفته غندير فيها قطع ديال الطماطم مع البصل ومليحه فقط، نخليهم حتى كيطيبوا وغادي نبداو نصوبوا الساندويتش ديالنا. نفس الحاجه، اول حاجه كنديروا لاصوص، من بعد غادي نسمهم شويه نيوره وغندير فوقهم بعض القطع ديال الخس وكذلك الطماطم والبصله اللي وجدنا، عاد غادي نحط فوقهم الكفته اللي طابت ليا. واخر حاجه كنوضعوا قطع الفرماج وغنمشيو نحطهم في بانيني باش كيجيك مقرمل داك الخبز ديال البانيني ديالك. تديري في البانيني الزيت من الفوق ومن التحت وتتخليهم وتوضعيها في البانيني ديالك حتى تيتقرملو وتياخدو اللون من الفوق. غنجيبهم ونقطعهم على جوج ونوضعهم في دوك الورق وغادي نحطهم في لي بواط. نتمنى كنوريكم من الداخل كيفاش كيجي. نفس الحاجه الفريت ديالي كنوجدو بنفس الطريقه. لي جون اللي عندهم الاير فراير راه وريتكم السر. حاجه واحده اللي ما قلتلكمش في البارتي الاولى هو ان الا بغيتي الفريت ديالك يخرج لك مقرمل وزوين في الاير فراير، خذي داك الفريت اللي النوعيه ديالو كتكون رقيقه كيطيب غزال بزاف في الاير فراير. ودابا غادي ندوزو لثالث اقتراح. هذا البنات خفيف زوين لذيذ، غادي نحتاجو فيه لافوكا والمونك تون وكذلك لاصوص طوجا اللي حركناها مع شويه ديال العسل، كذلك بعض القطع ديال البصل، وغادي نحتاجو لي غاليت دو ري.
اول حاجه كناخذوا الكاليت دو ري تنوضعوها في الماء، كنحسبوا تقريبا ميم با دقيقه، كنجبدوها كنسرحوها على خاطرنا فوق لو بلون دو طرافاي. وغادي نبداو نوضعوا المكونات، اول حاجه المونغ مع لافوكا، من بعد غادي نديروا فوقهم ديك الخلطه ديال لاصوص طوجا مع العسل، وكنديروا الثوم، وغنديروا بعض القطع ديال البصل. هنا نسيت ما نسمنوش شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، كاين ضروري تنسميهم باش كيعطي لوكو بنين اكثر. غنعاود معاكم غاليت دو ري، غنديروها في الماء، غنزيدو الفواكه، لاصوص ديالنا، الثوم، البصل، نسموهم شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وكنسدوهم. سهله مهله ولذاذ بزاف. الناس اللي كيحماقوا على السوشي فهاد لو بلا ديالكم. كاقتراح تاني تقدري ديري في بلاصه الطون ديري كروفيت، انا كان عندي هنا واحد شويه، طيبته مع شويه ديال الزبده وليقامه مع نصف ملعقه ديال بودره البصل. دونك خليتهم حتى طابوا ليا ودرتهم في داك لو بول باش غادي نمشي نوجد معكم تاني اقتراح. نفس الطريقه لي غاليت دو ري في الماء، تنجيبوا الفواكه اللي عندنا، المونغ، لافوكا، كنسموهم ديك لاصوص صوجا والعسل، وكنوضع القطع ديال الكروفيت والبصله. هنا ما غاديش نسمو بالملح والبزار لان ديجا الكروفيت طيبناهم في ليقامه وفيهم لوغو، وغندوروهم بهذه الطريقه هذه. فوالا حنا وجدناهم، غادي نحاول نسوقهم بشويه ديال السمسم الاسود والابيض. الابيض هو اللي دايره فيه الكروفيت، والاسود هو اللي دايره فيه الطون. غير باش نفرق بيناتهم غادي نوضع كل وحده في بواطه، وبهكا اللانش بوكس ديال اليوم الثالث هو واجد. وهنا كنقطع لكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش كيجي. الناس جربوا هذا الاقتراح وصيفطوا لي تصاور بزاف في انستغرام، عجبهم بزاف حيت كيجي فريمون بنين، وشفتوا الطريقه ديال التحضير سهله مهله. اللانش بوكس الرابع راه قريب لداكشي اللي وجدنا دابا في اللانش بوكس الثالث. غادي ناخذوا لو فيلم اليمونتير، الطبقه الاولى درنا فيها المونغ اللي قطعناهم رقاق، خدينا الروز اللي طيبناه بالطريقه ديال السوشي، درنا الجبن، وخدينا بعض القطع ديال الشيغيمي اللي قطعناها طريفات صغار. تقدري تنسميهم البنات شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، او ديدي معاهم شي صوص من لي صوص اللي كتبغي، وبهكا كتغلفيهم بهذه الطريقه وكتخليهم. غنمشيو لثاني اقتراح، غادي تاخدي لافوكا اللي قطعناها حتى هي رقيقه، غادي دير معها الرز ديال السوشي. طريقه الطياب ديالو راه كنت شاركتها معكم في واحد لا فيديو البنات، ساهل ماهل، نخلي لكم لو ليان لتحت. غنديروا قطع ديال الفرماج، غنديروا بعض قطع ديال الطون، وكذلك الجبن. نفس الحاجه تقدري تنسميهم او تزيدي عليهم شي صوص من لي صوص اللي كتبغي، وتنغلفوهم بنفس الطريقه. اما الاقتراح الثالث والاخير فكتاخدي السمسم الابيض والاسود، كتوضعي قطع ديال الروز. لاحظوا بانني فاش كنبغي نسرح الروز كنفزك شويه ايديا بالماء لانه كيكون كيتلصق، عاد كنقادو. هنا تندير معاهم الجبن، بعض القطع ديال السمك، بعض القطع ديال لافوكا، وكذلك المونغ، وغنزيد عليهم بعض القطع ديال الفرماج. وحنا وجدنا الاقتراح الثالث، هذا كيجي بنين بزاف البنات. من بعد كنحلوهم وكيكون الشكل ديالهم زوين كيشهي، وحتى لوكو ديالهم كنقدموهم البنات مع لاصوص صوجا اللي تنكونوا حركناها مع العسل، كيجي بها لوغو ديالها غزال بزاف. كمرافق غادي ندير قطع ديال الكوكيز مع قطع ديال البعويد، هما اللي كانوا عندي في الثلاجه، وبهكا هذا هو الاقتراح الرابع ديال اللانش بوكس. الاقتراح الخامس، غادي ناخذ مقيله غادي نديرو فيها زيت الزيتون، غنوضعو فيها البصل اللي قطعناه على طول، غنوضعو فيها الجزر كذلك اللي قطعناه على طول ورقيق، غنديرو مليحه البزار، الخرقوم البلدي، سكنجبير، النيوره، وكذلك مليحه النيوره تقدري تعوضيها بالفلفل الاحمر او التحميره. كنحركهم مزيان، وباش يشد فيهم الطياب غنزيد معاهم شويه ديال الماء. بعد ما طبلينا الجزر نص طيبه غادي نزيدو عليه الكورجيت حتى هو قطعناه على طول رقيق، وكذلك الدجاج، صدر ديال الدجاج حتى هو قطعناه على طول، وغنزيدو عليه لاصوص صوجا، واكيد غادي نحركو كلشي مزيان.
من بعد البنات غادي نجيبوا الماء اللي غادي نخليوه حتى كيغلي، عاد كنطيبوهم فيهم، ما كنزيدو عليهم لا من الحلا والو. البنات هادو كيحتاجوا فقط 4 ديال الدقائق باش كيوجدوا. البنات من غادي نجي نصفيهم ما غنصفيش الماء كامل، غنخلي فيهم شويه ديال الماء باش من بعد غادي نزيد فيهم ديك الخلطه اللي طيبنا قبيله زائد ملعقه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نحركوهم مزيان. غادي نخليوه يطيب على عافيه مهيله حتى ديك الخلطه كتعقد لينا، هذيك كيجي بنين بزاف بزاف. غنجيبو لي دو بواط ديالنا ديال اينوكس، غنوضعو فيهم الطبق الاول اللي وجدنا، اما الثاني فغندير بعض القطع ديال الفواكه الخوخ والبعويض. وبهكا هذا هو الاقتراح الخامس ديال اليوم. الاقتراح السادس ديال لانش بوكس، هذا البنات من ألد الحوايج اللي تنحماق عليهم، وقلتها لكم في كاع لي فيديو فيما كندير هاد الاكله كنقول لكم هذا كنحماق عليه بزاف. كنقول لكم هاد الاكله المفضله عندي، بصله رقيقه غنطيبوها مع شويه ديال الزبده وشويه ديال البزار وشويه ديال سكينجبير. من بعد غناخذوا قطع ديال السطر ديال الدجاج اللي قطعناهم طريفات صغار، وغنوضعوهم مع هاد الخلطه اللي وجدنا، غنزيد عليهم شويه ديال الماء باش داك الدجاج يشد فيه الطياب، وغنخليهم يطيبوا على راحتهم. الماء درناه يسخن اللي غادي نديروا فيه الرز. الرز البنات كنكونوا غسلناه، انا كندير بسماتي لانه هو اللي كيطيب دغيا وكيجي غزال في لوكو. كنخلي الرز ديالنا يطيبوا، غادي نزيدوا القشده ديال الطياب ديالنا. ما كانتش عندك كديري ياغورت مسوس مع جوج فرماجات، وكتزيدي عليهم الفرماج ديال بارميزون تقريبا واحد جوج معلقات كبار. انا هنا درت القشده ديال الطياب وزدت عليهم جوج معالق كبار ديال بارميزون. الرز ديالنا هو طاب، والخلطه ديالنا هي قادت وجدات. شفتوا شحال سهله، ولكن راه من غتذوقيها تي فا ادوري، كيجي بنين بنين بزاف. كنديروا الاول الرز، ومن الفوق كنديروا الخلطه اللي وجدنا، كنديروا النيوره وكنديروا الفرماج ديال بارميزون. وبالنسبه للبواطه الثانيه درت فيها بعض الفواكه مع التمر، وهذا هو الاقتراح السادس. دابا غندوزو لاخر اقتراح اللي هو ساهل ماهل. بعد ما كنسالي كلشي ما كتبقى عندنا حتى شي حاجه في الدار، خديت الفلفله الحمراء والصفراء، وخديت كذلك البصله قطعتهم طريفات صغار مع 4 ديال البيضات، غنحركهم مزيان. وبالنسبه للقامه كندير معاهم ملحه البزار النيوره وشويه ديال الكمون اكيد، واكيد غادي نزيد معاهم الحليب وغنحركهم مزيان. الحليب البنات درت تقريبا 1/4 كاس. البنات في الصباح ما كيكونش عندك الوقت باش توقفي على المقله ديالك، فجو بريفير انك ديريهم في الفران. هنا جبت المولد هانتو بالزيت وحطيت عليهم الخليط اللي وجدنا، وندخلهم الفران. نشعل عليهم من الفوق من التحت، خليتهم المده ديال 15 دقيقه على درجه حراره ديال 170 دغري. لقيتها اللي صونا ليا الفران، جيت لقيتها طابت وجدات، يعني ما كتبقاي تحركي فيها ما حتى شي حاجه. غادي نوجد الساندويتشات ديالي على شكل دي توست، داكشي علاش حطيتهم باش ناخذ العبارات. الطريقه هانتوما كتشوفوا ما كاينش ما سهل منها. هنا البنات ما قلت لكم الاخر ديال السيمانه ما بقاوش عندي بزاف د الحوايج، فاول حاجه درت لاصوص ديال الكيتشوب من بعد الخلطه اللي وجدت، وكان عندي بعض القطع ديال الفرماج حتى هما وجدتهم. ولكن لا كان عندك الخوص حتى هو كيجي زوين، لا كان عندك الطماطم غوندال كتجيبيها رائعه. دونك انت كديري داكشي اللي عندك، وبهكايا كنقطعهم على جوج، وغتشوفوا كيفاش غنحطهم في البواطه ديال اينوكس. جا متول في المنظر وحتى المذاق البنات، وهانتوما شوفوا قولوا لي كي جاكم. المنظر ديالو زوين، المذاق ديالو كذلك، وساهل ماهل. اما البواطه الثانيه فغندير بعض القطع ديال الكوكيز، غندير بعض القطع ديال الفواكه، وحنا سالينا. هذا هو الفيديو ديال اليوم، يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. الا بغيتوا نحطوا فيديوهات كل نهار، كنتمنى انكم تكتبوها ليا في التعليق وتحطوا ليا المواضيع اللي تبغوني نشاركها معكم. متحمسه بزاف ان شاء الله في هذه الفتره انني نكون معكم. كنتمنى منكم الدعم بالتعليق، وكذلك جميع الى عجبكم اكيد الفيديو. خليتكم في امان الله.